قدمت مجموعة المنظمات الاستيطانية العاملة في القدس لفرض مكانة دينية يهودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الصهيونية تطالب من خلاله بشكل رسمي السماح لها بممارسة عدد من الطقوس الدينية اليهودية مثل النفخ في البوق في باحات الأقصى في عيد رأس السنة العبرية الذي يحل في 25 من الشهر الجاري، وبإدخال ما وصفته بقرابين العرش في تحضير لمشاهد استفزازية سيتابعها المسلمون حول العالم في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومزيد الحقيقة من التدنيس للمسجد الأقصى المبارك على يد الصهاينة.